تواصل جماعة القنيطرة تعبئتها وانخرطها في جهود الحد من تفشي وباء كورونا، وذلك من خلال عمليات تعقيم وتنظيف الأماكن والفضاءات العمومية بمختلف أحياء وشوارع المدينة. وحسب الموقع الإلكتروني لجماعة القنيطرة، تتواصل عمليات التطهير اليومية التي يقوم بها المكتب الجماعي، والتي شملت مجموعة من الشوارع الرئيسية والمجزرة ورحبة الحبوب والقطاني ومحيط بعض المستوصفات ومحطات الحافلات ومحطة القطار والأسواق، كما تم تعقيم معهد الشرطة قرب مرجان والمركز الصحي الشهداء والمدير الإقليمي للضرائب ومجموعة من الدوائر الأمنية ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والمركز الصحي الحضري أحمد البويهي ومجموعة من المقاطعات وسيارات الأمن والإسعاف. يذكر أنه تم إطلاق حملات تطهير واسعة في الشوارع والمدن والأحياء المزدحمة بالسكان في العديد من المدن المغربية عن طريق تعقيم الهواء وتنظيف الشوارع للقضاء على فيروس كورونا.